بتلعب ويا أحفادك في بيتك وتساعد أهلك، تبان في الشدة أخلاقك في مكة وبتسامح قومك. بتلعب ويا أحفادك في بيتك وتساعد أهلك، تبان في الشدة أخلاقك في مكة وبتسامح قومك، تأمنهم في أوطانهم وفي نفوسهم وفي ديارهم، ترد السيئة بحسنة يقولوا دي ملحمة ونصر، ترد دي مرحمة وإحسان، وتدخل مكة بالبسمة. صحيح أخلاقك القرآن لأنك من صنيع الله، بإذن الله بترحمه.